أطلق فرع مجموعة أليونس للصناعات الغذائية أول مصنع متخصص في إنتاج البيتزا الجاهزة في المنطقة المغاربية تحت علامة بيتزا فريشكا، بطاقة إنتاجية تفوق 6000 وحدة في الساعة. المصنع الواقع بالعاصمة باستثمار أولي فاق 18 مليون يورو سيشرع في توزيع إنتاجه عبر 20 ولاية كمرحلة أولى. التغطية لكمال جفال. بيتزا طازجة نصف مطهية وجاهزة للاستهلاك، فكرة مشروع اهتدى إليها مستثمر جزائري شاب جسد من خلالها أول مصنع مغربي للبيتزا الطازجة. من 2012 ويعني وحضرنا دراسة ودخلنا في تدقيق المشروع، لكن ما قدرناش نحققه من 2012 لأنه ما قدرناش نتحصل على قطعة أرض إلى 2017، وين قررنا أنه ما ننتظرش قطعة الأرض ونروح نكري يعني هذا المساحة، وبدينا في المشروع في 2017. خلقنا 120 منصب عمل، 150 منصب عمل، وهناك يعني لما يعني نوصل نكبر في الإنتاج نقدر نوصل إلى 220 منصب مباشر. المصنع ينتج 6000 قطعة بيتزا في الساعة بطاقة إنتاجية تصل إلى 17000 طن في السنة كمرحلة أولى، تمر فيها البيتزا فريشكا بمختلف مراحل تحضير مواد العجين، مرورا بالتقطيع وصولا إلى الطهي ومن ثم التعبئة، لتذهب البيتزا مباشرة إلى رفوف المحلات. هذا المشروع يعني هو 6000 بيتزا في الساعة، يعني أي ما يعادل 120000 بيتزا في اليوم بمختلف النكهات، يعني التونة، يعني دجاج، أجبان، وكذلك عندنا مشاريع أنه راح نطلق نكهات أخرى. المنتوج راح يكون متواجد في كل يعني محلات بيع المواد الغذائية في المكان المبرد. يعني منذ أول يوم لتجسيد المشروع عمد أصحابه إلى استخدام مختلف المستحضرات المحلية الصنع، وبثلاث أذواق مختلفة دخلت بيتزا فريشكا الأسواق على أن لا تتعدى مدة صلاحيتها في التخزين 30 يوما. اليوم في المرحلة الأولى احنا متواجدين 20 ولاية، لا إن شاء الله عندنا هدف أنه قبل نهاية السنة نغطي كل التراب الوطني. في 2020 كان هناك يعني محادثات لتصدير المنتوج إلى تونس وكذلك إلى الخليج العربي خاصة قطر والإمارات، كذلك كان هناك اتصالات مع متعاملين في جنوب أوروبا لتصدير المنتوج كذلك في بالنسبة للجالية الجزائرية على يعني سولالابيل حلال في ممكن في 2020 أو بداية 2021 إن شاء الله. البيتزا الطازجة والمبردة فكرة جديدة دخلت السوق الجزائرية توفر الجهد والوقت على المستهلكين، لا سيما من النساء العاملات وحتى ربات البيوت.